أمامكم هو شوط خاص بالقعدان المعدنات الأصايل الانطلاقة الثامنة، ونتمنى التوفيق لكل الإخوة المشتركين. المركز الأول الآن مباشرة إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط، هناك شاهين لمنصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي الذي ينطلق إلى الصدارة المركز الثاني، هناك مناور لخادم بن عبد الله بن خادم القبيسي من وصل واحتل المركز الآن الثاني من الجانب الدوني. الجانب الآخر أرى أيضا تدخل جميل من الريان، والريان للسيد راشد بن بطي بن محمد الحسن المري اللي قادم على ما اعتقد من دولة قطر ومن منطقة الشحانية والريان بالتحديد. نعود مشاهدينا هناك الى المركز الثالث، المركز الثالث هناك متواجد شاهين لمبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، بينما تدخل إلى المركز الرابع حيث متواجد مكرم لعلي بن ناصر بن جابر المري كذلك يتدخل في المركز الرابع. النقلة القادمة مع هناك مع صوع للسيد حميد بن احمد بن حارب المهيري يتقدم بشعار الجميل. نعود مع المركز الخامس، النقله اللي قادمه مع الاسد مملوك لحمد بن ناصر بن علي النعيمي كذلك يتدخل الى المركز السادس، النقله الى المركز الان السابع، من وصل سابعا هو الفاتن مملوك لاحمد بن علي بن محمد بنواس الاكتبي. الدخول الاخر من قبل الاخر الذي وصل بقوه من الجانب الاخر مشاهدينا، هناك الدخول والانتقالات القويه، وصلنا ايضا هناك وصول من قبل هناك رقيص لسعاده احمد بن سلطان الحلامي بجواره تماما مشاهدينا. نشوف هناك ونرى الدخول من الجانب الاخر شعار بن معتوك الذي وصل في هذه اللحظات اللي هو علي لمحمد بن عتيق بن شامس العامري. النقلة التاسعة وصول آخر من قبل مشاهدين الذيب مملوك لعبد الله بن سعيد بن محمد العامري عاشر المراكز. هناك تواجد مشاهدين من قبل شاهين لحمد بن طالب بن محمد بن علي الشفيع، هذه الأسامي. ولكن مصورنا الهواري بطلعة الهواري بلقطاته الجميلة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، أيضا نشكر على هذه اللقطات الممتازة. نعود مشاهدينا إلى الصدارة، نعود للأداء الجميل إلى مقدمة هذا الشوط الريان، الريان مشاهدينا لراشد بن بطي بن محمد الحسن المري هو من ينتزع الصدارة تماما بهذا الشعار العنابي بالأبيض. يا سلام يا سلام يا سلام على الريان وعلى حركاته الجميلة، ولكن دير بالك راع الريان، وراك هناك أيضا صوع ومملوك لحميد بن أحمد بن حارب المهيري يتدخل تدخل جميل. والنقلة إلى المركز الثالث حيث متواجد مشاهدينا بقوة الأسد حمد بن ناصر بن علي النعيمي. يا سلام، النعيمي متواجد بقوة ليكون حاضرا في هذا الأداء المميز، هذا الأداء الجميل. وهناك المركز الثالث، هذا شعار جبارة. نعم، ونعود للمركز الرابع، نعود للمركز الرابع، والمركز الرابع هناك رقيص لسعادة أحمد بن سلطان الحلام بدأ يتحرك هناك رقيص وبجواره تماما وصول وقدوم اخر قوي، القدوم اللي قادم من صيحان لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيب. الله، يتدخل لاول مره، شعار جميل واسم صايل وجايل. النقله اللي قادمه هناك الدخول من قبل مشاهدينا في هذه اللحظات من قبل الذي وصل، هناك وصول من قبل ركن لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطيه اللي قادم من دولة قطر الشقيقة. ولكن نعود للمهيري، نعود للمهيري في الصدارة مع الأداء الجميل، غير الشوط صوع وصوع لحميد بن أحمد بن حارب المهيري، بدأ يحارب المقدمة وبدأ ينتقل للصدارة وبدأ يجر الشوط. ما شاء الله ما شاء الله، وركز يا أبو منصور، ركز ركز يا أبو منصور، شوف القدوم، القدوم بن زقيبة قادم، بن زقيبة قادم مع هناك الأداء الجميل. ولكن نعم، اللي غير بن بطي
ابو بطي راشد بن بطي بن محمد الحسن المري الريان الريان، ولكن ما طاح هناك رائس ويحان، رائس ويحان اللي قادم بقوه لهذا المكان، اللي قادم لهذا المكان. الله يا سلام يا سلام على الاداء الجميل اللي يقدم لنا مشاهدينا صوع لحميد بن احمد بن حارب المهيري. الله على الاداء الجميل، سلام لميدان سويحان ميدان التراث، هذا الاداء الجميل اللي يقدم لنا مشاهدينا صوع. والمركز الثالث 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 جيب مي كمان نمبر 2 بليز. الله وصل بقوه هنا مشاهدينا نشوان مبارك بن علي بن مسلم المنصوري، ولكن تهانينا لميدان سويحان ولهالي سويحان بالاداء الجميل. لك تحيه ابو منصور ولك تحيه مالك ايضا مالك هذا القعود مشاهدينا اللي يقدم الصوع حميد بن احمد بن حارب المهيري. المركز الثاني المركز الثاني فاجأنا حقيقة هناك شاهين نعم لنشوان لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري. والمركز الثالث المركز الثالث كان وصول قوي آخر من قبل مدلل لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، مفاجأة أيضا في المركز الثالث. المركز الرابع المركز الرابع الريان لراشد بن بطي بن محمد الحسن المري. والمركز الخامس المركز الخامس كان وصول من قبل شاهين لحمد بن محمد بن عتيق المهيري. التوقيت 7:46.6 من الثانية. تهانينا لراعي صوع حميد بن أحمد بن حارب المهيري اللي قادم بقوة من ميدان سيوحان. المركز الثاني هناك كان 7:47.6 من الثانية. نهني نشوان راعي نشوان مشاهدي الأعزاء مبارك بن علي بن مسلم المنصوري. المركز الثالث اللي فاجانا 7:49.4 من الثانية هو كان مدلل لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيري. تهانينا والناموس.